شكون هذه دابا اللي معروفه في السوشيال ميديا وكتمشي دير شي حاجه حاجه وكتخلص نكافه وكتخلص التريتور وكتخلص كلشي بيبليسيتي. بغيت نهضر معاك هذه النقطه المشاهير نتوما المشاهير عايشين فابور مقسمين الطرفين عايشين فابور وي عايشين فابور نكافا كتقول لها ندير لك بيبليسيتي فابور تريتور فابور صالون فابور تقدر تمشي لشي ريستورون فابور دير لو غير دي ستوري عايشين فابور فابور ملكي ولكن شي حوايج كتحطهم صح الا عطيتك اسماء ديال المشاهير وقولي لي واش عايشين فابور بالسوشيال ميديا ولا لا ونكون كيما شوفي دازوا معايا فنانين كانوا في الصرامه تنتي غتكوني في الصرامه في الخط الاحمر اسماء بيوتي فابور اسماء العمراني فابور كل شيء نعطيك الدليل الدليل هذاك انا خليه الدليل اكرام بيلانوفا ملي كتجي المغرب ما نحكمش فابور مانويلا الشرقاوي اللي كانت في ليله العروسه ها فابور روعه بيوتي كلشي فابور روعه بيوتي كلشي فابور لا كاملين هادو لقيت لك كلشي فابور مروه نوتيلا هذيك اللي كدير تيك توك فابور نصير تاهو تيدير تيك توك شكون هذا واحد الولد نصير تاهو من المشاهير ديال هادشي لا والله ما عرفتو واخا شوفوا اعطيني دليل ان هادشي كلشي فابور الدليل على ذلك بانهم مثلا انا جاتني قبل ما تهضري ماكله شراب فراش ديال الدار فابور شنو تيستافدوا هاد الناس اللي تديروا لهم هادشي انت عطيتيني حاجه فابور انا غنجيب لك الناس اللي غيشريو منك يعني انت غادر تستافد هاد الناس فعلا تيجيو يشريو منك بطبيعه الحال انا شحال من واحد خدمت معاه مثلا انت عندك واحد البرودوي كوزميتيك تصيفطوا لي انا نصيفط لك شامبوان لي برودوي كامل اللي بغيتي مرابحه واخا صيفطهم لي غندير لك لي ستوري جاوني لي برودوي نقدر نتخلص انا من الفوق لي برودوي السلام عليكم البنات انا جبت لكم اليوم واحد انا ما مجرباش جبت لكم البنات واحد شامبوان تا 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 هادو كلهم ما تيكونوش مجربين لي برودوي وي على مالي ولكن داك برودوي خايب ايوا انا صريحه عشان اش حمره كندير شكرا على الصراحه شكرا على صراحتك ندى حسي وانا فعلا انه الجمهور غادي يشكرك على الصراحه ديالك لا الصراحه لانه تيكون مثلا برودوي ما عارفاش ما مجرباش تي والناس تيتيقوا اه وي مالي انا غنجرب مليار برودوي كيجيني شحال من اشهار كنديروا حنا في الشهر بزاف تدخل لي ستوري ديالنا تلقى مثلا باش تعرف يعني هادشي كنقول حقيقي انا مشيت نفصل اش داك البساله قله الحياه ما تبرهيش اللي تديروا في مواقع التواصل الاجتماعي ندى حسي شوف ربي الله سبحانه وتعالى فاش خلقنا في هاد الكره الارضيه نعطيك غير مثال كاين الجامع وكاين البار ياك كاين الجامع وكاين البار اللي باغي يمشي للجامع راه كيمشي ليه واللي باغي يمشي للبار راه كيمشي ليه دونك نتوما هما هذوك البار خصو يمشيو ليكم لا ماشي هكاك انا عطيتك قصدك لا سمعني انا عطيتك مثال بانه اي حاجه كنديروا حنا ما كنديروش السفاله عن قبلنا كنقولوا دخل تفرج فينا لا هو بنادم كيدخل المشكل اللي بغيت نهضر كيدخل يوتيوب وكيطاب ندى حسي وكيقلب عليا وكيدخل مشاهدات كثيره ندى حسي ونزار واحد الطبقه ديال المشاهير تلقاو ناس اخرين ما عندهمش نسبه مشاهده هنا ما غاديش نوجه لك انت العتاب غادي نوجهه لبعض الناس اللي تيجيو في لي كومونتير ويقولوا لك اودي راه هاد شو ما تبقاش جيبوهم ما تبقاش ديروهم نتوما اللي طلعتهم بالمشاهده ديالكم امتى غادي تحيدوا لنا هاد قله الحياه وهاد هاد الامور اللي تنشوفوها في مواقع التواصل الاجتماعي شوف اول حاجه ما نسمح لكش تكون قله الحياه علاش لان نكون تكون قله الحياه كون انا وصاحبي ياك لا انا وراجلي قبل ما يكون راجلك نزار كنتي لا كنت انا وماما فلوكات انا شوف من نهار دخلت اليوتيوب عمري دخلت له بشي حاجه نتحداك ونتحدى العالم انا دخلت شي نهار بشي بداك الروتين اليومي المفضوح او صور مثيره للجدل لا شوف هذاك شي تانولا لدرجه انني انا الكونت ديالي كنوصل لمليون و300 الف ولا 200 الف وديزاكتيفيت كلشي شان يوتيوب يوتيوب كلشي ديزاكتيفيت الانستغرام وفتحت كلشي من جديد بديت صفحه جديده والناس عاودوا تابعوني من جديد يعني دابا تقريبا عندي طلع 600 الف في انستغرام ونص مليون في يوتيوب يعني هادشي كامل جديد مليون وحيدتيها ولات عندك 600 الناس اللي تتابعك يعني 600 الف شخص تتابعك تتابع ندى حسي تتابع ندى حسي دخلت بفلوقات نقيين محتوى زوين كنعطي كنوجه رساله للامهات انهم يتعاملوا مع بناتهم كصديقات كنوجه رساله للبنات بانهم ما يتوقوش في صحاباتي يتعاملوا مع امهاتهم زوين يعني ما كنشرش شي حاجه اللي سلبيه بالعكس كنشر حاجه ايجابيه